متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم على هذا البث المباشر هنا من بحيرة الوالدية. كنقول لكم أسعد الله يومكم ونهاية أسبوع موفقة. إذا الأسبوع الثاني على التوالي كنتواجدوا عندنا في منطقة الوالدية، كنحاولوا نقلوا لكم مجموعة ديال المشاكل ديال المواطنين ومجموعة ديال الاتصالات ديالهم، مجموعة ديال المواطنين اللي طقوا باب ديال قناة شوف تيفي باش يوصلوا الصوت ديالهم، وغتقدروا تشوفوا معنا من الغرائب والعجائب اللي تخليكم تطرحوا ازيد من سؤال ماذا يقع في منطقة الوالدية اقليم سيدي بن نور. اذا اكدوا لنا الاخوان ان الصوت عندكم مسموع قبل ما نبداو هذا اللايف. اذا تحية لكم. اذا احنا كيف ما ذكرت لكم احنا على مستوى القلب النابض لبحيرة الوالدية، واللي كتمتد المسافة ديال البحيرة على طول 8 كيلومتر. احنا متواجدين في 4 كيلومتر بالضبط في النقطة الرابعة من على مستوى 4 كيلومتر من هاد 8. اذا احنا متواجدين في القلب ديال البحيرة، ومعنا مجموعة ديال المواطنين الساكنة ديال المنطقة اللي كاينة فيها 3 ديال الدواور كتفرقة وموزعة على طول هاد 8 كيلومتر، فيها الساكنة ديال ازيد من 1000 مواطن في هاد 3 الدواور. يا كون اخوان ألف أسرة، ألف أسرة، ألف أسرة، ألف أسرة، ألف أسرة. ثلاثة دواور، هما اللي خدامين فيها، يعني كيستغلوا. ثلاثة دواور اللي خدامين اللي كيستغلوا. هكاك. وإذا السلام عليكم، تشرفوا بالاسم ديالك. فريد الحسن. فريد الحسن، أنت ساكن هنا في هذه المنطقة؟ إيه ساكن هنا. ماشي ساكن هنا، عايش هنا بليطو. قلتي لي أنت تعاود معنا هذاك الشيء اللي قلنا في الروبورتاج. إذا سي فريد، شنو المشكل ديال البحيرة ديال الوالدية؟ شنو واقع؟ شنو المشكل؟ مالكم؟ اشنو واقع في هذا الشيء؟ كلشي كيهضر عليكم في فيسبوك، كلشي كيتساءل ماذا يقع ماذا يقع ماذا يقع. حنا اليوم جينا من عين الحدث باش نقلوا المواطنين ونقلوا المغاربه هذا الشيء اللي واقع عندكم. اشنو كاين فريد؟ المهم انا كتسمح لي بدلت شي عبارات ما قلتهمش في الروبورتاج، ولكن انا غادي نهضر عاوتاني على طبيعتي. على طبيعتك ماشي مشكل، كيف ما ذكرنا ما تذكرش لي الاسماء وما ديرش تشير حتى شي واحد. تفضل اسي فريد. حنا كنا عايشين في هنا، بواتنا مواتنا، كنا كنخدموا تاع العيالات، كنا كنخدموا هنايا، كلشي كان خدام في هذه البحيره. ما كنا كنخدموا هنا مطلعين، ما عشنا هانيين، ما عندنا ما بينا، عايشين ما عارفينش كاع الدنيا شنو فيها. حنا قرينا من هنا، هذا كي قلت لك هذا الماء هذا اللي كتشوف فيه ماشي ماء، هو دم كيمشي في عروق ديالنا، يعني لو لوتيه حنا راه غادي نموتوا اوتوماتيكمون. لان اذا هذه الحياه ديالكم، هذا الاكسجين ديالكم. قلت لك هذا ماشي ماء وانما الدم، لان منو كنطلعوا حنا كنخدموا تحت الماء. وكي قلت لك هنا في هذا البلاصه المحار نيت كتجبدوا، كتجبدوا اللي في خويا دماغ اللي كيشوفوهم الناس في لابلاج، هذوك حنا اللي كنجبدوهم، وكنا كنبيعهم في الدار البيضاء وفي الصبليون الى اخره. كي قلت لك واحد النهار جا عندنا واحد السيد حنا ما شفناش، ولكن جا مرحبا به مستثمر، كمستثمر لا ما نبدلو حتى بالعين خليها كمستثمر. قلنا مرحبا، زيادة العين زيادة الخير، خيرين شويتي ككرشي. انا بغيت البلاد تكبر، تكبر البلاد وتشهر ونزيدو حتى حنا شويه لقدام، ينقص علينا الفقر واخا هذا شويه اصبح الحال، حنا نلقاو راسنا فقراء اكثر. طمعتوا بانه الخير اللي جايب هذا السيد، الاستثمار اللي جايب غيعمل فائده على الجميع. غيعمل على الجميع. فرحتوا يعني؟ فرحنا. شنو وقع؟ قلنا هذه السلعه ديالنا راه غادي تولي، هادشي اللي قال لنا حتى هو. اشنو قال؟ قال لك بان راه هذه السلعه غتولي تباع مع لي زويتر كوتا كوت، وانتم راه غادي توليو تبيعوا بالثمن. قلتوا حتى هذاك الوقت كنا كنبيعوا ب 60 درهم. شنو هي؟ دابا لي بالورد لي كوتو. هذاك الوقت كنا كنبيعوا ب 60 درهم، علاش؟ لان كانت عندنا زون ا. دابا كنبيعوا ب 10 درهم، ولا لقينا لما نبيعوها، لان على عندنا زون بي. علاش؟ علاش زون بي؟ شنو هي زون ا؟ زون ا هي الماء نقي ما فيهش التلوث. زون سي راه معروفه، ا بي سي. يعني راه يعني طروازيام. علاش؟ لان هنا في هذه البلاصه اللي كانت اللي كتشوف كان هو قلب الواد. هنا كي قلت لك كان كيخرجوا منه الملاير ديال الحوت، هنا كانت رمله، ما كانش الغيس، ما كان والو، رمله. وهذيك الرمله هاد او وذهب صاب الضوء ديال الصح. كان كيبيض فيها الكروفيت، وهذاك الكروفيت كيبيض حداه بوشوك، وهذاك بوشوك كتبيض حداه زريقه، وكيعيشوا من هذاك الكروفيت، وكيعيشوا من هذاك الميعه. اذا كانت هذه المنطقه فين كيبيض الحوت. هذه هي القلب، هذه هي اللي كانت. هاد المنطقة شنو وقع عليها؟ إلا لقيتي دابا غان ديال الصابل وحدة نقطع راسي أنا. كاين الغيس. غيس فوق غيس فوق غيس، يعني هذاك الشيء اللي كان كيبيض فيه ما بقاش عنده فين يبيض، مات كلشي.
حنا 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 سينموتوا معاه الحمد لله. الفقر نهار على نهار. اولادنا راه كلهم خرجوا من المدرسه. شيء طبيعي غادي يخرج من المدرسه. باش يقرا. باش غيقرا. انا اللي قريت لان با كان عنده من يجيب لي كتاب. انا ولدي ما غنجيب لي كتاب. كنجيبو من هنا راه مابقاش قاد نجيب لي الخبز. انا راه الا قال لي ولدي جيب دانون بحال اللي قال لي جيب طوموبيل. ما عنديش منين نجيبو لي. ما عنديش باش. سالات حياتنا مع هاد الواد. وماشي ان الطبيعه اللي تدي ترواد صافي. انا حنا راه فاش كنا كنعقلوا تبارك الله راه كانت الفروقه ديال الطيور كيتمو جايين كيغطيو الشمس. منطقه معروفه ان بالطيور المهاجره. والله العظيم شي انواع ديال الطيور دابا ما بقيناش شفناهم صافي شي اكثر من 20 عام. مني دخلات هاد لي زويتر تبارك الله. دخلات على الطيور بارك مسعوده. حيدات المعاه حيدات كل شيء اللي كاين في الواد مشى. وكنقول لك راني مسؤول على ما اقول راه لي فورتين اللي كيخرجوا من هنا ديال الحوت اللي كانوا بليطو ماشي اللي كدابا راه ان غوت فورتين راه بزاف راه الملاير كيخرجوا للواد ولا ادل على ذلك رجع واحد شويه اللور شوف الناس اش كانوا كيجيو منين كانوا كيجيو من المغرب كامل كيصيدوا هنا بوشوك واخا هاد السيد شنو دار في المشكل ديالو كيفاش تحول لكم هاد المنطقه على حساب هاد الضرر اللي كتهضروا عليه هذا ضرر فعلا ضرر حقيقي ولكن شنو دار هو باش يولي هاد البحيره ما يبقاش فيها الرمله باش تولوا نتوما عايشين في هاد التميش باش ما تبقاوش تقدروا تبيعوا سلعتكم ولو غب الثمن باش كنتو كتبيعوا اشنو وقع اشنو دار هاد السيد بالسلام كيلوح شي حاجه في البحر اشنو هو اشنو دار كيرتاح بزاف اشنو كاين هادوك اللي تيشي هادكشي كلشي كيلوح هادكشي اللي كيبان لكم في الجنب ما هو ماشي ميم با الربع شي الاخر كلشي في وسط الواد شوفوا الواد هذاك اللولي ديالو هذاك مي كي الكورون يعني مي كيدوز الماء شوفوا كي كانوا كيعاد ديك راه كانوا بلايص كنعموا فيهم هنا ما عندهمش الحد كاع فيهم فوق 12 متر ديال الغرق سير شوفهم دابا راه ما فيهمش متر فين مشى هذاك الشيء عمار بن غيس لان كاينين حواجز هذوك الحواجز ما كيخليوش الماء يزيد وهذاك الغيس كيبرك في شي فوق شي كيتراك كي سيديمونطا يعني كيترصب شي فوق شي فوق شي فوق شي حتى كتولي هي الغيس دابا تحط رجلك توحل حتى لهنا ومازال هابط الا ما جبدوكش تهبط في الغيس فين غادي في راه هذاك الشيء كلشي كان عرملة كلشي كان كيبيض فيه الحوت ولي كوطو ولي باغوت وكان شي عايش بشي هذا من جهه ومن جهه اخرى انه مساكرانا بزاف راه كاينين بزاف الناس مشاو للحبس عندنا كنخافوا تهبط لا كاين واحد الشبح تما واش غادي يديك للحبس دير 30 عساس وما عرفت شحال داير ديال البرقاقه في الدوار راه فلان كيطلع راه فلان كيهبط راه هادي وما قدوش هذاك الشيء هذاك الشيء كلشي ما قدوش زاد دار واحد الكرياج هنايا راه حبسنا مابقاش عندنا منين ندوزو كاع حتى باش نقطعو قال لك اسيدي حكه هذه المملكه ديالو الى لو بلان بوفوار عنده الحق يدير فيها ما بغى رضى عليك تبارك الله راه غتهود ما رضاش عليك راه سخطو من سخط الله سخط عليك راه طلع كيفاش بنا كرياج شنو قطع بينا عاد لينا فين تقطع لك راه هو قطع ليه يعني مابقاش عندك الحق دوز من فوق هاد الجزيره هادي ما تبقاش دوز وفين هو هاد الكرياج من لهيه كيبان سير عنده غيبان لك تما كاين كرياج ديال السلك ما يبانلكش من هنا بالعين سير عنده غيبان لك راه كرياج كبير ما عندكش الحق تدوز وغدوز من هنا وهو غيشوفك الا بغاك تدوز ما بغاكش تدوز راه ما غدوزش حقه كيسرقوا ليا كي غنديروا له سرقه واش حنا غناكلوها اش غنسرقوا اش غنديروا بها اش تسرقوهاش قال لك سرقوا لي هذاك لي زويتر ولي زويتر كتمشي هنايا مطبوعه بالطابع ديالها بكل شيء حنا اش غنسرقوها غناكلوها اش علاه ناكلو 10 الحبات 20 حبه اش غنسرقوها اش غنديروا بها او ديما سرقوا لي كاع حنا نحضيوك خلينا غير نخدم انتم ممنوعين انكم تزاولوا النشاط ديالكم هنا داخل البحيره كنا لا كنزاولوا النشاط ديالنا بسرقه هادي يعني البحر ديالنا اللي الورث ديالنا اللي خلاه لينا جدنا خلاه لبونا وبونا خلاه لينا وحنا عوالين خليه لولادنا عندنا كنهضروا